معكوس زائد واحد. امين. عايز افكر حضراتكم بالعظه بتاعه امبارح، كان موجود امبارح في العشيه، عشان هنكمل منها نقطه، والعظه بتاعه النهارده هنكمل منها نقطه ونربطهم ببعض. امبارح في العشيه اتكلمنا على كان عشيه سبت حد شعنين، تذكار سكب الطيب، مريم المطوبه اخت مرثا وإعازر التي سكبت الطيب على كنيسه المسيح في ذلك اليوم في تلك الساعه كانت امبارح. وقلنا ان معجزه عازر ما اتعملتش امبارح، اتعملت قبلها تقريبا بثلاث اربع شهور، لكن الكنيسه وضعتها في سبت العازر او سميته سبت العازر او قبل الحدث بتاع سكب الطيب، علشان حدث سكب الطيب ده حصل بسبب ان المسيح اول العازر. زي ما قلنا امبارح ايه السبب الكنيسه وضعت المعجزه دي امبارح قبل هذا الحدث، قلنا كذا نقطه كذا تامل، لكن عشان ما حدوش برضه يجوا معانا، ان المسيح بعد ما اول العازر في عيد التجديد كان في يناير اختفى لفتره 3 شهور، بعدين دخل اول العازر، اختفى لفتره ايام، بعدين دخل اول العازر، بعدين اختفى لمده شهور لحد قبل عيد الفصح اللي هو كان امبارح، دخل فسكب الطيب. وبعدين اليهود بدأوا، هو قال من اول ما اول العازر ان اي حد يشوفه يمسكه علشان نقتله، فاختفى، لان كان عيد التجديد ده مش هو الساعه، لكن الساعه بتاعت المسيح لكل مجد في عيد الفصح، عشان كده اختفى لفتره وبعدين رجع تاني. النهارده عايزين نكمل. امبارح كمان قلنا ان في متى 13 في 8 امثال، وقلنا ان كل يوم ممكن مقابل للمثل، يعني امبارح سبت العازر كان مقابل للمثل اللي هو اول متى 13، المثل الثاني اللي هنقوله النهارده اللي هو مقابل النهارده. تعالوا كده الاول نتكلم على الاحداث بتاعت النهارده كده سريعا، ونشوف ايه المثل الثاني اللي هنتكلم عليه مقابل اليوم بتاع النهارده. النهارده بدخل سيد المسيح الى كل مجد اورشليم، بكى عليها بعد ما دخل مجد الله في الاعالي، كان مبسوط بالناس. والكتاب كده المقدس يقول كده حاجه جميله جدا، يقول ايه؟ الذين تقدموا والذين تبعوه. ايه الفكره دي؟ سيد المسيح الى كل مجد كان خارج من بيت عينيا بعد سكب الطيب، بيت في بيت عينيا، بيت مع العازر ومريم ومرثا بعد سكب الطيب بيت، وبعدين راح النهارده. هو بصراحه ما راحش بدري، يعني ما راحش الصبح بدري، بس عشان احنا بنعمل قداس بدري فبنتخيل كده موقف من بدري، كان هو المسيح راح تقريبا او مش من بيت عينيا، راح اورشليم تقريبا على الظهريه. ليه؟ لان من اورشليم اسف من بيت عينيا لاورشليم تقريبا بياخد ساعتين ثلاثه. فالكتاب المقدس بيقول ان المسيح لو كل مجد دخل اورشليم والهيكل، فلما نظر حوله اذا الوقت قد امسى. امسى يعني ايه؟ يعني خلاص المغرب دخل. فاذا هو اخذ ساعتين ثلاثه ومشي من بيت عينيا تقريبا الساعه 1 الظهر. فهو ماشي من بيت عينيا، طبعا الناس بالالوف واقدر اقول بالملايين ماشيه وراه. هما كان قلبهم مرتبط بيه، وخصوصا بعد ما اول العازر من 3 شهور. فاول ما دخل بيت عينيا وسكب الطيب الناس عرفت وسمعت فبدات تمشي وراه. فدول من الذين ايه؟ تبعوه. من اورشليم من بعيد الناس برضه الوف من الناس موجوده عشان عيد الفصح. فبصوا لقوا في اصوات جايه عاليه. فانضموا للي جايين، بس سبقوا ايه؟ سبقوهم. طبعا الايه دي برضه تدينا معاها تاملي او تفسيري جميل جدا. شوف يقول لك ايه؟ الذين تقدموا اللي هم اللي من اورشليم تقدموا المسيح. انت متخيل المنظر؟ المسيح خارج ورا الشعب بتاع عينيا، وبعدين شعب اورشليم، وهو بقى في النص وراكب الجحش والاتان، او الاتان وبعدين الجحش. فهو داخل الذين تبعوه، او الذين سبقوه هم جايين اورشليم، والذين تبعوه. وكان ده بيرمز الذين سبقوه العهد القديم والمسيح في النص، وبعدين الذين تبعوه ايه؟ العهد الجديد. متخيل المنظر ده شكله ايه؟ المسيح بعد ما دخل اورشليم والهيصه دي خلصت، دخل الهيكل بكى. بتبكي ليه يا رب؟ خلي بالك، هو النهارده لما دخل الهيكل في بعض الاناجيل بتقول ايه، هي مش ضداد لبعض، بعض الاناجيل ما قالتش
امتى دخل الهيكل؟ هي قالت بعد اورشليم دخل الهيكل وطرد الباعه. انجيل مرقس وضحها، قال وفي الغد، وفي الغد ذهب مره ثانيه للهيكل وطرد الباعه. هنا في رايين، في راي بيقول ان هو مرتين طرد الباعه، النهارده بعد ما دخل اورشليم والزاد دي دخل الهيكل لقى الدوشه دي فطرد الباعه، وبعدين لما رجع تاني بكره لهم رجعوا تاني فطردهم مره تانيه. ده راي. في راي تاني يقول لا، هما الاناجيل ما قالتش هو امتى طرد الباعه، ما قالتش النهارده، هي قالت طرد الباعه لكن ما قالتش امتى، فمرقس وضحها. فيبقى هو طرد الباعه مره واحده اللي هي يوم الاثنين الصبح مش النهارده. مش عايز الخبطكم، لكن كمان اللي بيقرا فيكم كده مواظب على قراءه الانجيل، نلاقي في يوحنا في الاصحاح الثاني في بدايه خدمه المسيح في برضه حته طرد الباعه دي. طب ازاي بقى؟ يعني القديس يوحنا متقسم كده اصحاحاته، اول سنه خدمه المسيح عيد الفصح، ثاني سنه عيد الفصح، ثاني سنه اللي هو ايه؟ الصلب. طب الحكايه دي؟ طب ده القديس يوحنا كتب في الاول خالص طرد الباعه. في برضه رايين، انا بس بقى بفهمه عشان انا عارف الناس اللي بتقرا الاناجيل في الفتره دي خصوصا في اسبوع الالام فالاحداث تحب تسمعها. ففي رايين، راي بيقول ان هو طرد الباعه برضه مره اول خدمته مع القديس يوحنا. يبقى في راي بيقول طرد مرتين او طرد مرات او مره واحده، انا رايي مره واحده. في راي بيقول بقى ده انا يعني انا اللي بنجذب له اكتر، ان انجيل يوحنا لما يحب يكتب ساعات بيكتب حاجه مستقبليه هو شايفها دلوقت، بس بيديها عارفين زي ايه؟ زي ما عمل موفي مثلا، مخرج كده يعمل موفي فيجيب حدث في المستقبل في بدايه الفيلم لشد الانتباه. ودي نلاقيها في حته لو تاخدوا بالكم امبارح واحنا بنقرا انجيل لعازر الصبح، يقول لك مريم الذي سكبت الطيب على رجل السيد قبل ما تسكب الطيب. يعني جاب الحته دي قبل ما مريم تسكب الطيب. ليه؟ لشد الانتباه. او لسبب تاني، ان القديس يوحنا بيكتب علشان يثبت الوهيه المسيح، المسيح الله، فما عندوش امبارح والنهارده وبكره. كل احداث ايه؟ الدم. انا بس حبيت اوضح لحضراتكم ان المسيح النهارده في ميبي ممكن يكون طرد الباعه، وميبي يكون بكره. في النهايه اللي يهمنا هو طرد الباعه. اللي يهمنا اكتر كمان انه بكى. بتبكي ليه يا رب؟ شوف اقول لك انا بتبكي ليه. يبقى احنا فهمنا الموقف، طبعا نقرا المثل اللي على النهارده. في انجيل 13 متى 13 امبارح قلنا المثل الاول على السبت، المثل الثاني على الحد. يقول ايه؟ قدم لهم مثل اخر. ده ثاني مثل في متى 13. يشبه ملكوت السماوات انسانا زرع جيدا. من الانسان ده؟ السيد ربنا. زرع جيدا في حقله. وفيما الناس نيام جاء عدوه. مين عدوه ده؟ ها؟ ابليس. برافو. وزرع ايه؟ زوالا في وسط الايه؟ الحنطه ومضى. فلما طلع النبات وصنع ثمارا حينئذ صار الزوال ايضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له يا سيد اليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن اين له زوال؟ فقال لهم انسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد اريد ان نذهب ونجمعه؟ نجمع الحنطة؟ قال لا، لإلا تقلعوا الحنطة مع الزوال وأنتم تجمعونها، دعوها يميان كلاهما إلى الحصاد. إحنا امبارح قلنا إن جت الفكرة موضوع الأمثلة ده بسبب إن التملي يشبه ملكوت السماوات، وأسبوع الأسخة ده إحنا بنتكلم عن الملكوت، إحنا مسالين الملكوت. فاللي حصل النهاردة لسه المسيح بكى ليه؟ المثل واضح أوي. يقول لك إن السيد زرع حلوة. ايه الزرع دي؟ ايوه الشعر بتاعه، شعر مين؟ شعر اسرائيل. لكن يا خساره، عمل معاهم كل المستحيل. اللي فينا دارس عهد قديم كويس، شوف ربنا عمل ايه مع شعب الله. اداهم كلهم عاوزين وسندهم لدرجه غير عاديه، لدرجه ان ساعات الواحد لما يجي يقرا العهد القديم، ايه المعجزات يا رب اللي انت عملتها معاهم دي؟ دي معجزه بس خروجهم من ارض مصر دي تخلي الواحد شعره يشيب. معجزه الابقار دي لوحدها دي حاجه خرافيه. طبعا ما قبل مصر ده حكايه طويله،
وهم خارجين مصر في البريه، ده موضوع طويل ومعجزات ملهاش اول من اخر. ومع ذلك هذا الشعب برضه غليظ الرقبه، برضه كل شويه يبعدوا عن ربنا، لدرجه ان اشعياء في الاصحاح 15 في الاصحاح الخامس جزء جميل جدا يقول ايه؟ لأجلنا عن حبيبي نشيد محب لكرمه، كان لحبيبي كرمه على أكمة خصبه. وبقى حجاره وغرسه كرم وسوق وبنى بركا في وسطه، ونقر فيه ايضا معصره فانتظر ان يصنع عنبا فصنع عنبا رديا. ودي تمثل المثل او توضح المثل بتاع الزواج. حبيبي ربنا لو كل مجد حب كرم قوي، وكان له كرم ارض اسرائيل، اسرائيل ويعقوب، وحط فيه كرم وغرسه بيمينه واهتم بيه قوي وحوط عليه وبنى برج، برج يعني بنى برج عشان اي عدو يجي يشوفوه، ونقر فيه يعني كان بيهتم بكل زرعه فانتظر يصنع عنبا فصنع عنبا رديا. بعدين نيجي بقى في الايه السابعه يقول ايه؟ ان كرم، وضح ان كرم رب الجنود هو بيت ايه؟ اسرائيل. وضح عيني. علشان كده ربنا يسوع المسيح لو كل مجد النهارده بعد كل اللي حصل ده يبكي. فلما تيجي تقول لك بتبكي على ايه؟ يقول لك ببكي على الزواج. ايه الزواج؟ الزواج بتاع العصرين. ببكي على سوري يعني على الخيبه اللي هم فيها. انا قاعد عمال من اول ما ادم اخطا وانا عمال اديله نبوات وعمال اشرح من خلال حاجات كتيرة قوي، من خلال أنبياء، من خلال قضاء، حتى لما طلبوا ملك خليتهم ملك. ده أنا أنقذتهم من جيران أكتر مرات عديدة علشان الخطية ما تخشش. ومع ذلك لما جيت معرفونيش. قديس غرغوريوس يقول ايه؟ لم تدعني موزا شيئا من اعمال كرامتك. يعني ايه؟ يعني انت رب كل حاجه فهمتها لي ووريتها لي. حتى اخر وقت المسيح على الصليب اللهم مزمور واضح جدا انه بيتكلم على نفسه. الهي الهي لماذا تركتني؟ يعني اخر حاجه قالها المسيح لكل مجد بيقول هو انا. انتوا مش حافظين المزامير؟ اه حافظين المزامير. طب ما تكملوا المزمور. هتلاقوا المزمور ده بالظبط على حياتي. للأسف هذا القرن عمل ثمر رديء، عمل كل حاجة رديء. اوعى تفتكر، ودي بقى تطبق علينا، اوعى تفتكر ان واحد يقول لي ما اسرائيل، اسرائيل بلا مسوم شعب. لا، هو اسرائيل ايه اللي خلاه يبعد عن الله؟ الزوال. الزوال اللي عدو الخير حطها مع ايه؟ مع الحنطة. في واحد خادم مرة قابل واحد يهودي ويعني متدين شوية، فبيقول له ايه؟ سأله سؤال، بيقول له الشعب بتاعك اتسبى كم سنة في بابل؟ قال له 70 سنة. قال له اتسبى ليه؟ قال له لأنه راح لآلهة غريبة، عبد أصنام. قال له طب ربنا عشان يرجعهم قعدهم 70 سنة في السبي لحد ما رجعوا على يد سربابل وعزارة ويحمية. وربنا في سنة 70 ميلادية أورشليم اتحرقت والهيكل اتخرب واليهود اتشتتوا لحد تقريبا أولموس تقريبا 2000 سنة. ليه؟ بالرغم ان هما بعد السبي، اليهود بعد سبي بابل ده ما عبدوش عبادات آلهة غريبة خالص، حرام. يعني لما تقرا الكتاب المقدس بعد بابل ده ما جابوش اي آلهة غريبة وعبدوها. طب ليه هو بقى في سنة 70
لحد تقريبا واحد بولفر لحد النهارده برضه يعتبر مشتتين يعني، حضرتك مش واخدين فوقهم يعني، حضرتك تعبانين خايفين. ليه ربنا عمل فيهم كده؟ مفيش اجابه، لكن احنا نعرف الاجابه. ليه؟ عشان الصبر، عشان صبروه. هو ده السبب، هو ده السبب. صلبوه ولسه لحد دلوقتي معندين، طبعا في منهم رجعوا لكن لحد النهارده عندين. طب ازاي؟ لما تيجي تستغرب انك انت لما تيجي تمسك العهد القديم كله وتفسره على المسيح، مفيش حاجه تقريبا المسيح عملها لم تكتب في العهد القديم. يعني فتح عين العميان مكتوبه، اقامه موتى مكتوبه، طريقته في ميلاده مكتوبه، طريقته في حياته مكتوبه، من نظرة الجليل مكتوب، أمه مكتوب، كل حاجة مكتوب، كل حاجة مكتوبة. إزاي هم مش عارفين؟ هي كلمة واحدة، الزوال. الزوال، الزوال يا إخواتي ده خلي بالكم منه، ده الطبيعة البشرية. هو تفتكر المسيح لو كان جه في مصر أو خلى يعني مجازا افتراضا خلى أرض مصر هي الشعب اللي يرعى المسيح، اللي يرعى ربنا، يعرف ربنا، برضه كانوا هيسلبوه. دي حاجه تخوفني وتخوفك وتخوفك ليه؟ خلي بالك من الزوال، ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه كمان باستمرار في الكنيسه. ايه الزوال ده؟ يقول لك الزوال ده والناس وهم نيام، خلي بالك من النيام دي. في المثل يقول لك الزوال هم الناس ايه؟ نيام، ايه اللي حصل؟ جه عدو الخير ها؟ وزرع زوال. اوعى تنام. مش تنام تنام يعني لا، تنام نوم روحي. ها؟ مين كان نام؟ العظيم النهارده نام. مين كان نام تاني؟ افتيخوس في اعمال الرسل. فاكرين افتيخوس؟ افتيخوس يقول لك كان بولس بيوعظ وافتيخوس ده ظهر، بولس بقى زود كده شويه ها؟ قال بقى راجل بقى بيوعظ بقى بيوعظ، كانوا لسه بيكسروا الخبز، كسر خبز يعني قداس، كانوا عاملين قداس. وفي النص واحد عمال يوعظ يوعظ ونسي نفسه، افتيخوس ايه؟ كان تعبان فحصل له ايه؟ فنام. هنا كلمه نوم مش يعني مش نوم وربنا، بس الكتاب المقدس ده مش حكايات يعني حواديت نايم وبعدين راح اتدلق من فوق، كان في ثالث دور فراح اتقلب فراح ايه؟ يعني تقريبا كان هولمس انه مات. لا الكتاب المقدس مش عايز كده، عايز يقول ايه؟ نام يعني كان في بدا يبقى في مخه ايه؟ زوال. يعني نام روحيا. يعني واحد قاعد جوه الكنيسه قاعد في بيت الله ها؟ والمسيح قاعد بيبكي عليه زي ما قلنا النهارده في عظم الكنيسه. المسيح قاعد بيبكي ليه؟ بس انت نايم، انت مش معانا، مش نايم معايا في الوعظة، لا يعني نايم نايم يعني جاي ومش مهتم بالامور. علشان كده نربط ده بتطهير الهيكل. تطهير الهيكل النهارده ربنا باكى عليه، ولو النهارده وبكره المسيح دخل وطهر الهيكل، طهر الهيكل منين؟ الموضوع يا جماعه اكبر من باع، الموضوع اكبر من باع. خلي بالك لما يجي حد مهتم بحياتك الروحية ويكلمك في مواضيع انت تحس تقول ايه ده؟ ابونا يعني عمال الكنيسة النظام والعيال واحنا بنتكلمش في البسخة، هو احنا لا، الموضوع مش كده. ولا موضوع طرد الباع كان كده. استطارد الباع دول الناس غلابة بيكسبوا بطريقة غلط، ايوه، بس ربنا مش هو ده قصده. ربنا قصده ايه؟ ربنا قصده الموضوع ده يجي حاجة تانية اهم. كانت العهد القديم هم كهنة، ولما الزوال بدأ يخش الحنطة خلاص ماتت. حتى كانوا في العهد القديم كانوا بيتعاملوا في الهيكل بالمقايدة. يعني ايه بالمقايدة؟ كانت الناس تروح عايزة تشتري خروف وتذبح خروف، فتروح للكاهن تروح تعرف تاجر كويس بيبيع حاجة كويسة، ذبيحة كويسة، بدل ما اجيب ذبيحة وبعدين الكاهن يقول لك دي فيها عيب، دي مقصورة، ما هو لازم ذبيحته ما فيهاش عيب، مش باين فيها عيب، دي مقصوره، دي عاميه، دي واتيفر، اي عيب في الذبيحه. فكان كان يودوهم لتجار معينين وكان بياخدوا منهم ايه؟ نسبه ويحطها في جيبه. ده غير طبعا ان الذبيحه مش كلها بيقدمها لربنا، لدرجه ان كان يحصل ايه؟ طبعا التجار برضه يكسب، فكانوا يبيعوا ايه؟ لاي حد الكهنه بعد اي ذبيحه، وتخش الذبيحه وتتذبح واي حاجه ومشي حالك. لدرجه ان هم وصلوا بيهم الامر انه بقى عندهم ناس جوه الهيكل يبيعوا ويشتروا، ياخدوا من هنا وياخدوا من هنا كمان. ما في ناس بتيجي من بلاد تانية وتغيير عملات، بس ما كانش في الدولار زمان بيزيد كده ها زي دلوقتي، كان في عملات معينه معادن وحاجات معينه، فكانوا بيغيروا عملات وكل العموله ياخدوها مين؟ الكهنه.
ايه اللي وصل الكاهن لكده؟ الزواج. انت فاكر ان عشان كاهن ما بقاش فيه فكر؟ لا، احنا كلنا من الارض من التراب. انت فاكر ان انت علشان بتيجي الكنيسه انا اولادي حلوين بيحضروا النهارده الفسخه وقول خلاص انام؟ لا يا حبيبي، لا، احنا في عدو يقول شغال علينا. اوعى اوعى في يوم من الايام ده انت تنبسط لما يجي كان يقول لك لا تيجوا الكنيسه، لا عايزين الولاد يخشوا جوه الكنيسه، عايزين الولاد وبيلعبوا ويعملوا دوشه، اه مال بس يجوا ونعلمهم ونعلمهم، محدش يزعل. تقول ايه ده بقى، احنا تعبنا. ما تعبتش، ما تعبتش ليه؟ ما تعبتش، احنا خايفين، خايفين من الزواج، خايفين بعض الشر. يقول احنا شعب الله المختار بعد كده، مش المصريين ولا ربك، لا لا، كل واحد يؤمن بالصليب. عليك سيدنا بابا شنو ده كان جاي زياره سنه 77 هنا، وكان قابل الرئيس كارتر، كارتر متدين شويه، فقال له لما اليهود، هل صح ان اليهود هم شعب الله المختار؟ فسيدنا قال له طب انا وانت نبقى ايه؟ واحنا مسيحيين بقى خلاص، شعب الله المختار ما بقاش في شعب معين ربنا، لكن كل انسان المسيح مات من اجله النهارده دفن حبه الحنطه في الارض، جابت الثمار اللي قدامي ده، وكل واحد يعرف المسيح ودمه المسفوك على عود الصليب بيطهر كل خطيه، ده انسان شعب الله. هو شعب الله. فنيجي النهارده نقول الزوان ده انسان عدو الخير، زرع حتى ممكن تبقى جوه الكنيسه، ده ممكن الشيطان جوه الخدمه يزرع زوان. طب وبعدين يا بوم؟ طب قول لفلان ده يمشي، فلان ده تعبنا. معلش ده عمر هيبني ايه؟ معاك اهدى شويه. ما انت لو انت بتاسس صح وبتصلي صح وما تخليش عدو الخير ينيمك، صح صح لنفسك وتعلم ابنك وتعلم بنتك، تقول لهم لا يا حبيبي ده غلط، نسمعه وما نقولوش، ولو تقدر وكان بزياده ما تسمعهوش، ونعلم ونفهم ونتكلم. واحنا كمان احنا كبار، واحنا ساعات كمان نهتم باولادنا وننسى انفسنا. عشان كده النهارده معلش اخواتي الخدام الشباب سواني اولكم، نحاول الا لو انت مسؤول عن حته معينه غير مسؤولياتك ما تتكلمش. ليه؟ اخدم نفسك الاسبوع ده، حط كده شعار اخدم نفسك. ايه؟ بنفسك. بنفسك يعني ايه؟ بالقدسين بالقرايات وبالصلاه، مش اوحى خش الكنيسه واخرج على طول. اه لو انت عندك حاجه تعملها في خدمتك تمام، وجه استوجهه يكون ايه؟ بالراحه، بحيث نبني نعلم ولادنا. النهارده كان تطهير الهيكل ده، انا كنت متردد اتكلم في هذا الموضوع ولا اكلم حضراتكم في تطهير الهيكل. تطهير الهيكل ده شوفوا المسيح نظره كل مجد. من امتى هنشوف المسيح كده؟ من امتى بنشوف ماسك صوت؟ من امتى؟ لكن لكل ايه؟ ها؟ مقال ايه؟ كان قبل كده كل دعوه الاولاد ياتون الي. طب يا رب انت النهارده ما خفتش ان الاولاد يشوفوك بالصوت؟ بس في تعليم ما يجيش الا كده، وفي تعليم يجي بالحب، وفي تعليم يجي بالاثنين. لكل وقت ولكل ساعه حاجه معينه. عشان كده احنا بنقول كخدام، كل اللي قاعدين قدام تقريبا هو في الكنيسه غالبا، والاباء والامهات، ما تدلعش لكن حب، ما تدلعش لكن حب. حب بدلع، اه حط ابنك في حضنك ودلعه، لكن وقت الجد جد لا كده ينفع ولا كده ينفع. هو احنا يا اما عقول اليمين يا اما عقول الشمال، هو ما ينفعش نبقى يعني الاثنين مفتحين. هو يا اما واحد يدلع بزياده والابن يعمل اللي هو عاوزه. ده انا خادم قال لي حاجه زعلتني جدا من ثلاث ايام، لكن الام جايبه الواد يقول لي يا حبيبي اسكت سوريا تفع ايه دي؟ ايه دي تربيه؟ قال لي هسيبوه هنعمل له ايه؟ قال له ايه؟ قال لي مسؤول مسؤوله ايه ده؟ لا في تطهير، في حاجه اسمه تطهير. تطهير يعني ايه؟ مش بالضرب على فكره، ده كان صوت بس ربنا ما يعني قلبه الحنين ما استحملش انه يضرب حد، كان صوت للتأديب. في تأديب هنا النهارده، النهارده في حته تأديب. يا رب ايه ده؟
ده انت يا رب الناس قاعده تدلع فيك والمجد لله في الاعالي ومبارك الادي باسم الرب. لا 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 لا، وقت الجد جاد. هو ربنا هي هي يعني هي هيسيب الناس علشان يعني النهارده حط له القمصان؟ لا ما ينفعش، ده هيكل. هيكل يعني ايه؟ ما هو ساعات بقى في ناس بقى تاخد الايه دي وتزودها. يجي واحد يتحرك بيتي بيتي صلاه، مش عارف نعمل ايه في الكيسه بيتي بيتي. يا عم مش كده يا عم، هو بيتي بس صلاه خلاص يعني؟ هي هو ربنا عمل حاجه ما لقاش غير الايه دي؟ لا مش كده. بس الفكره في ايه؟ لما نيجي ندقق شويه، مش من اجل ان الطفل الصغير ده يزعل منا، لا ده هو مش فاهم، هو بيجي ما يعرفش. لكن اذا ما علمناهوش خلي بالك هيعمل ايه؟ هيستهين، هيكبر ويخش ويخرج ويكبر ما يعرفش يدي كنيسه. احنا بنعلمه عشان كده، مش بنعلمه عشان يقعد بس. لا لا لا، احنا مش عايزين ولادنا يزعلوا منا ولا حضراتكم يزعلوا منا. النهارده في تامل مهم ودرس مهم جدا لازم كلنا نخلي بالنا منه قوي، احترام بيت ربنا. احترام بيت ربنا عشان ما ننساش نفسينا. هو يعني هو ربنا يعني واحد يقول لك ايه؟ هو ربنا يا ابونا يعني مستني على الواحده؟ ربنا واقف كده علينا؟ يقول لك لا طبعا. بس ربنا مره في مره في مره في مره هتخش وتخرج، وبقت المناوله عندنا بقت حاجه كده زي الملبسه بناخدها، واللي يجي مش عارف امتى يجي، واللي خلاص ده ما فيش تضييق. الزوال النهارده يعني تدقق في حياتك الروحيه. كان زمان بابا شمودة حكى بان احنا صحاب حكايه جميله قوي، وللاسف انا برضه يعني فيا. يقول لك اول ما دخلت الدير وانا راهب، اول مره اخش فيها الدير، هدوء سكون، يخش الكنيسه يسكت ويقول المزمور بتاعه وحاجه حاجه هاديه. يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، سنه ورا سنه ورا سنه، يخش تيك 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 وقف خلاص خلاص. وبعدين هو واقف مرة شايف تلك رهبانة جاي. الله، انت كنت كده في يوم من الايام، ايه اللي جرالك؟ اتعودت. انا مش بقول لحضراتكم ما تجوش الكنيسة كتير عشان ما تعودوش عليها، لا ما بقولش كده. لكن تملي انا ساعات اخاف من ايه؟ تملي دي قدام عيني. اخاف بس ان انا بعد فترة ابتدي ايه؟ اتنازل عن امور مهمة جدا في حياتنا الروحية كشعب وككاهن. خلاص اتعودت وده يعمل. يلا معلش، ما حبايبنا حبايب بقى، احنا حبايب يعني. بقى واحد اخذنا عليه فيتكسف، بخاف من دي قوي، بخاف من دي قوي. ليه؟ لان اتحاسب. طب وفين؟ وعلى سكت نسكت نسكتنا، والزوان هتخش، ولو زوان دخلت تبقى مشكله. احنا موجودين في الكنيسه، شعب الله كان في الهيكل، كان في الهيكل، لكن الله النهارده ايه؟ بكى. ليه يا رب؟ ماذا اصنع لكرمي؟ ها؟ وانا لم اصنع. اعمل اكتر ايه من كده؟ اعمل ايه اكتر من كده؟ اعمل لهم ايه؟ كنيسه؟ شعب محب؟ ده بالنسبه لنا. كاهن لحد كبير بيخدم، معلش استروا عليه. اسقف مطران، ويبقى عندنا اثنين اساقفه تانيين، ربنا يخلي سيدنا حقيقي حاجه تفرح. امنصب كل 30 25 مايل في كنيسه. عايز ايه اكتر من كده؟ عايز ايه اكتر من كده؟ ابائنا القديسين حطوا لنا قرايات حاجات فوق الوصف، عايز ايه اكتر من كده؟ ماذا اصلا الكلام ده لينا احنا؟ ما احنا جايين عشان ندين شعب اسرائيل، لا احنا نصلي لهم. الناس اللي ما دخلتش في حضيره المسيح صلي، لكن بالنسبه لنا احنا، احنا يا ترى؟ احنا ترى عندنا النعم دي كلها. صدقوني انا اجي اسبوع الالم ده واقول يا رب انا مش عارف اقول لك ايه انك انت وجدتني في هذه الكنيسه، مش دكتور في الكنيسه الاوثوكسيه. معلش يعني ما زعلوش يعني، معلش يعني الناس كل كنايس حلوه، بس معلش احنا كنيستنا ليها مظاهر مختلفه يا جماعه. يجي يقول لك ده انا مع والمعموديه والخرم راس المعموديه. سير المعموديه، سير الجو، حاجات كده تخليك قاعد على طول باستمرار مشغول مشغول بربنا. اوعى تخلي الزوان يخش فيك. الزوان مشكلة كبيرة يا إخوتي. لو عايزين نخلص النهاردة الخمس نقط اللي اتكلمنا فيها من الصبح، نلخصهم نقول إيه؟ نقول النهاردة يا رب فكني من ربطات الخطية اللي محلاه. أنا عايزك يا رب تملك على قلبي، ملك على مدينة داود. تالت حاجة أنا عرفت إنتي عندك. هو زي
ملكوكي انت انت انت، ربنا جاي عشانك انت، اوعى الزوال تخش في قلبك انت. رقم اربعه، تعالى ونضف قلبك من الشوك، وحط الشوك اللي جواك على راس المسيح. هيديك مكانه ايه؟ عنب. هيديك مكانه كرمة. هيشربك جسد ودمه. لك حط الشوك، بس حط عشان ننظف ايه؟ الزوان. ننظف الزوان. يقول لك ايه؟ تعالى يا رب وطهر قلبي من كل خطيه. انت رب اللي تيجي، حتى لو حاجه صغيره، فواز صغيره. لا معلش، صدقني الحاجه الكبيره احيانا الناس بتخبلهم منها، ولو وقعت فيها او بتحاول تتوب. لكن الحاجات الصغيره دي تخوف. انا كويس، احنا احسن من غيرنا، احنا اولادنا جوه الكنيسه، عايزيني اكتر من كده، عايزين يا ابونا. انت عايز ايه؟ عايز ايه يا ابونا؟ ايه يعني لما البنت لبست كده ولا الواد عمل كده؟ ايه المشكله؟ انا ما بقولكش تعالوا هاتوا بالعافيه، لا، اتكلم معاه، فهمه، عشان دي زواج. احنا عايشين في بلد الزواج اكتر من الحنطه، معلش سامحوني يعني. صحيح الزواج اكتر من الحنطه، معلش كلها زواج. كويس البلد مش موجوده، لك يا ابونا انت البلد مش عاجبك، البلد عاجباني زي الفل، في حاجات حلوه، لكن برضه في الاخر لا، صعبه تمام، صعبه. فاذا ما كناش احنا نخلي بالنا ونغرز، نغرز المسيح ونقول له يا رب عليك انت، عليك انت، بس انا اعمل اللي عليا. النهارده افتكر يوم الاحد تطهير الهيكل، تطهير قلبك. حول يا رب قلبي الصخر ده انه يرنم لك، يسبح لك. انت قلت النهارده، قلت النهارده حتى لو الاطفال الصغيرين دول ولاد ربنا الحلوين اللي قدامي مش عارفين يسبحوا، انت هتخلي الصخر يسبح. خلي صخر يسبح، انا صخر يا رب خليني اسبح. مش انت قلت كده؟ اتكلمه، اتكلم معاه. واحنا بنقول مش انا النهارده اتكلم معاه، واحنا بنقول اي الحال كده، واحنا بنقول اهات دي، اهات الجميله دي، من احنا يعني نتعب منها شويه، يمكن مش حافظها، لكن ليها نغمه حزينه تخلي معلش الصخر، الصخر يحس. عشان كده بنقول ما تجيش الكنيسه في اسبوع الالم ده، يخسر كتير، لان الالحان بتخليك الفيلنج ده موجود، الروح دي موجود، ما تحرمش نفسك. تعبانين، وكنا في الكنيسه للساعه 2 والاباط بزوكس دول يا اخي، انا مش عارف ايه ده، ايه الفضل ده؟ وقعد يقول لي كده، طب ايه الفضل ده؟ الساعه 2 ودونا 5 ونص ل 9، وبعدين احنا لو احنا الكنيسه كمان شعبها كبير كنا عملنا 11 بالليل من 10، انا نفسي اعملها ونصلي على الشموع، دي بتبقى جميله جدا، بس انا خايف اعملها ما تجوش دي وتيجي بالليل، او ما تجوش دي ولا اجي. احنا كنا بنعملها مره واحده الصبح، كنا بنعمل حاجه من 6 ل 7 باكر، كنا بيجي ثلاثة تنفار، أنا اللي كنت بقول كل حاجة، صوتي بقى بيروح آخر العيد. لكن نفسي يبقى الشعب يكره ونعمة. إيه ده؟ الكنيسة فاضية وتيجي كله، يا ريت خد أجازة وتعالى كل واحدة. تعال، حتى لو مش فاهم الألحان هات كتاب معاك، يسوع المصلوب. ده في كتاب قريته أنا من كام يوم جميل جدا. كتب جميلة، اقراها، تأملات على الصليب، تأملات، اقرا، عيش، عيش الجو ده. واحد كده يقول أنا ما أقدرش أسيب شغلي. أنا دكتور، أنا صيدلي، ما أقدرش أقول لك أمان. روح شغلك، بس خلي الاسبوع ده كمان ليه، وانت رايح تبتدي تقوم. خلي شوف لما انت تحضر التسبيحه النهارده صوت تقوم وتخرج، خلي اللحن ده في مخك على طول، بتشيل الزوال على طول اول باول، قلبك بايه؟ بيكلير كده، بينضف. الله قادر ان في هذا الوقت وفي هذا المكان ربنا يسمع منا ان تمام باستمرار خلي بالنا من انفسنا ومن ارواحنا، وكل واحد يخلي باله من نفسه ويخلي باله من اولاده، علشان نشيل الزوان ونحطها شوك على المسيح، علشان يدينا من الكرمة هو، احنا نديله خطايانا، يدينا ايه؟ يدينا اسرار. كل المجد دايما ابدا من بكره.